وزيركا سرد أرمها جودها كدقة وزير هذا هل دبعنا ذا إيه وزير هذا لهذا هردور ديت مان أنت الجوتشو المسؤولين أنت وسلامتهين مالي مناكسن وزير وزير هذا شرفت له لما أنا راح شرفت له وإن كان ما يعني الناس ولا وين وكفر حسن هاي الحمد لله رب العالمين لا نوصك هاي كاي إنه قصة عنا ما سفر كانوا وها حوله مهم كها ويا لي قرنك مدة صوماليات تاس أن رجينا إنه إن أن إلهي إذن كي قول إيو سفقرد إيو نقول لما دان هرمر إيو دورنتي لقول لسد دونه لو في رد دونه حالها دالك ينكو سوية إيو دادالك إيو ودشيرك إيو حقابات كان ودكار ربو حلقان تاسنا وحان سوى رجيني إنا إن الميشو كوهبون إيو سيدا كوهبون أي نوغو سوى دماتون نوغو قبسون تو شركاس مركلي راح شرفت لو ما سنتهين لا إذا شرفه برارة ينرد يبرواقه أنا سكون بعد أنا واحد كان ودن كيو أدي أد أقرب صدي دقيل مدو قبيال ما له وي فتح ما لكن بيو ما ربع فديا كواس نحيا ربع ما لها ما لها كو فتح هذا حاس نحلنا لكن ودقلي وزير هذا قيمها بدن صاحب بدأه soo dhaweyntan quruxda badan noo sameeyay xilimaanada iyo sanatarada iyo siyaasiinta kale intaba waa salaamantii salaanta islaanka ku salaamantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aada u mahadsantihiin sida mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo muxubada ku jirto nagu soo dhaweyseen waan kaga mahadcelinaynaa ujeedka socodka iyo siduu ahaa wasiirkaa sheegay waxaan u nimid شركة NCC قرها وده تشي قرنك مركا إن وحياله ووزيرك كهاللي هسعد كهنا هي مدة عنا ده مركا أدين كنا سودوين تأذى إنك جمع هتحلنا هنا دلكي يدتك عن كنا منا نبدأ يهرب واقبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا هو هنا؟ أديك وفتي جاجا. وحنا هذا وفر حسننا هاي إن أنا ما أنت إذا كسر دوينه أي ربار كعاصمة ده ما قال هذا مقدشو أنا جوا أهجد وسيرة اللي بانه مجتمع قيبه سكل الدول هذه عاد بان وفر حسننا هاي إذا كنا نقول كي أنا بضع برواقع كيمد ما أنت هلا كنا إذا كسر دوينه طبعا وحدو تمادين هوليه قرن كويلجين بعد محوها هرودين ككا هيدين oo hortaminta u lahaa danaha dalkan marka madaxweyne axmed waxa sharaf noo ah inaan maanta kugu soo dhaweyno caasimadda dalka Soomaaliya adigoo ka yimid deegaankii galmudug oo nabad iyo barwaaqo ah aad iyo aad sharaf iyo karaam ay noo tahay waxa soo dhaweyneyna halkan waxa jooga gudi wasiirra xildhibaano saraakiil kala duwan يا غيبها بالشدة بهل كان كوجسوا جيي مدبة آدي آد بان وفر حسنا إلى إيه لهاي نبات كوجو كاني كل ما أنت هولها عضوتي مع الدينة وعدني هي قرن كينا وهرتبنت لها وأول بعد كش غير يسين ودين عيب بدن لها أما أمن هالنقطة يلا دجال لك أرجع حسدة أما هالنقطة محوها غيبه كله مركا وان كوجسوا جيني وان نوتيمد ما دحدي كاد بكرنا واسوينا وانا وصو هرمدي عاسم بدا انت اشي دي بعوسو شرستي اكسود وين انا وانا كفر احسن هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ المشهد يسيدي كنت بذي يو فائد اي لا لهاي ومدى يقول لهاي انت با ادي اد عيا الله لهادلي مركا نرش بعديها نرش صومال لا يصومرتي انت بمد ادي اد وعليوني احيد لكن ادوية عصرية وعلى رأس الله مربع ماري جارتا مانتا بلو مدد هدا أو شاكدا أما فكر كا إن قاس وحلو وكر صدو إي كبلا بتدل كان يماشا إي مانتا ماري ساي مركا الله فيري إي مدد
وحاد يعاد وين واي حال الرجال الناس إذا هرلوا شيء يردون كون كباه شركة هاني أي كل فكرة سيدنا كلا جكوين كا يرير محاكور هذا آدي آد أقيم الجبن ومحاكور هذا أنا فرسموين يضيع تروى وحيابا أبو بعنين يو إسبير بارتي بدلو لقب بدلئ يا أبو بعنين إن سيدنا كلا دل كلا كانوا هميلا دا شركة دان مسؤولية هالك كار شبا أي كوهد لأن أعاد دل كوردان إن أوقارو استعمالك غازكا إن حقيقو بدون تأديها ليرا لابكن إيشان يطبن إيا لابكن إيا أفري لباتن واطبن سانو كدوات ماشي المقصود غاري عدايتا عمكايد كشدالك عدايتا إيا غازكا مانتا لبلابا بوح عادي آد لوغو فانا وحان ربا هل كان وحو كدوات جي قدوميها روكتا قناعسيقا ورشديه إندي ملوغو سانو آدي آدي برايور تسكا الدولة دا أما مهمة دا كوبات الدولة دا وحاكمة دا سيدي لوهي لها إنرجي آدي آد وجبن أو رخيصة أو غارة دا الكودن سيدي هادا بغاسك إشدالك يا أيغو رخيص إنت وركا جبن كان نديفسان إني غاران آن ربنو إن محاكو يرا دا أيغان سيدو كالي كورنطة دي أو دا الكودن غارت شركة دا كورنطة دا دولة دو غرب استاق وين أي أمو جسي كالم عالمي اه يو لعقا وحيدوه كاردان ايام اهلني بس إلا سو قروره طبالي دو انتا سو كمباني او شدالك سو دي جيسا ايا دالك هنجير جيرتي يروفا دالك اصامري مد علمعان كسو دي جيسا ايا مد مركا كسو دي جيسا ايا مركي دبوها واحدة دي كد مقدشو لسوين مد كد مقدشو دور كد كد دي جي ايا وحبال اصامري ما انتنا حرون وين او محوا كايت انتاس اه كايدين ايسو او شدالك او نظيف ياي او محانكور اداي aad u wanaagsan ayaa maantana aan leenahay waxaan ka dibiday 12 shirkadood oo maxuu ahaay taangiyo dhulka yaalo ku keydiya fuustooyin maxaan ku sida loo sheegay koole iyo kiimika kale wax lagu keenay ku qaada wax badan aan kasoo gudubnay maalmo meel aan kasoo gudbayna laakiin waxa raad dadka Soomaaliyeena u sheeg muddo kooban ayaan uga soo gudubnay sababtan uga soo gudubnay waa ganacsatada waay iyo private ka waay marka aad iyo aad ay dawladda Soomaaliya u dhiirigelinaysa lahanshaha gaarka ee ganacsiga modelka horumarinta dhaqaale ee dalkaan sidiisaba waxa la yiraahdaa horumarin dhaqaale oo ganacsatadu ay wado ama drive greyso maxaa ay private driven economy waafka qalad ugu yiraahdo ama dhaqaalo ay ka haynayaan ay wadaan dadka private ka sidaas daraadeed waa rajaynayna maalin kale oo maalmaha wanaagsan kamid ah sida gudoomiyaha rugta ganacsiga uu sheegay warshadiisa korto oo dib loo furay iyo warshadii dharka dib loo furay iyo kuwa kale oo farabadan dib loo furay inaan maxaan ku yiraahdo aan ka qayb gali doono ama u soo joogi doono oo aan dheereen ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa jirto waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inay dalka ku soo laabtaan dalka magaalada Muqdisho bas ma ahan magaalooyin kale oo dalka ku yaalla oo nabad ah oo dad leh oo maxaan ku raa adeeg guna u looga baahan yahay oo ka maqanaa jira waxaan leeyahay dalka antidiina dalkaana iska leh dib ugu soo celiya horumarkiisa uga qayb qaata faa'iidooyinka maanta adduunka laga helana kuwa ka badan hadaan Soomaaliya laga helin inta badan lagama yara waxa soo haray haddii waxa laga dhawaajiyay si gaasku rakhiis u noqdo dawladda cashuurta hadinto فكر او شقايق او ادويه دنكا شقايق او صح اواي عشورتا مركا يراتبا نولشن او يرقيس يسا هورو مركو نواب بدانيا لكن يا عشور يرين كرا غورماس اللي يرين كرا عشور سيال لو يرين دولة دينو بجت كي كنا نقاق يساي بغولكي بصدنا يلايا ده هاي ايادو بغولكي بطدباتنا نمالها si marka ay u soo kabataa 400% ashuurta budgetkeena inaan yeelano waay sanadkan budgetka deficit 200% 300% ogolaano ashuurtana xaqiiqah laga dhimo waa iman kartaa marka waxa kale inta dheer ganacsatada dakada laga qeyliyay oo maxaan ku jiraaday waxa la yiri dakada ashuurteeda hal yareeyo waa la yareey kara dakada meeshii ashuur nooga bilaabatay oo dawladdu ba ashuurteeda ka bilaabatay asalkeedii ah hadda meel kale loo dhaqaaqay wasiirka maaliyadda warbixintii maaliyadda uu bixiyay oo tijaabada ahayd oo laba qaybood bas 4 bilood ee sanadka la soo dhaafay
أفرت بلوت كسرت كهوري أفرت بلوت سرت ككسيرو اسم برد جاي سدى أي أكل دويهن وورد جاي ستين عشرة برجع أنا عصتلو هكودي رتو هفوض ضيسو هبحسو عشرة برجع بقر جرو عشرة برجع وعكبدين عشرة محو هاي فرضة فرضة يكبدين عشرة فرضة لا قاضي كبدين لكن هدال بحني أو كي بابور كجيت كمري أنا بحني أو كي جنا عصري عشرتي جنا محو هاي إبك أنا بحني أو كي فائدة عشرتي فائدة فائدة أنا بحني أو كي محو هاي جور قطري جور يسمع عشرة ولا أنا بحني أو محام كل هذا إذا قري هذا أنت عن قيمة إذا إن إيم بقول كان دولار أنا كاسي استلاك قيمة كنت يجو قرسي أو عشرتي إذا يرات اللي ليا حقيقة دمي عشرتي حقيقة دمي وحبذا أو عشر الآن أنا عشرته ده زيرو حتى هذا جرو لكن ما أنت عشر لقاعد وأنا جرنينا وأبنا لكن ده ظروف تيان سامحين ده تسمى مريض مركز الجوع وحكومة رنيا عشرته عم بحنه أدي كده الدولة ده على راح حساب تما مركز على راح حساب تما عشرته إني حقيقة بحذي هلا جيران دولة المسؤولية سارة وحيت هاي عشرته إني أورسه يا إن أي إرالسه أو حتى إذا كإرالسه يا إن أول ب وحياةها وترين ترى عشرة لغوب حيو أو المركز ترى لغوب حيو كش قيدنا لكن جناح ستان سومالي وحن ليه هاي أنت عصنا حكود دليل كبعدنا محو هاي هلا لح حساب تم دولة ده أو حكومة ده إيه هذا حد دولة ده قابل سن عشرة أيام محو هاي أورورت هذا إيه هاي اسمه هذا هلا لح حساب تم هلا مال قلي الدلك دولة دون مسؤولية إسك ساريسا ما قش جاس إن إيرادسه أو مهمة دي سلية هذه أليرة مركلة حان آدي هذا هم بري regulation إسك وارون إن لا سمع وحان الرجال هنا أو أن دارينا إسلام مالك دار أنا هين جاس كهام كانوا بسوا شو بايو جاس هو مالي كصباح إنه نقطة هذه أليرة مركا وقت في عن إيميل في عن أيام هو هاي كذا كان كي يملي تاسنا وأبنا كل كيل إنه كجرو فرسمدي لعقتي ربيتانكي كوني رشدي وحبلنا على قدمه أنت أصلا محوقة هاي ووويلينا ديال اللي يرادو أنت أدي أدي يا وباستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.